اهلا بحضراتكم مره تانية، وده ميعاد جولتنا المعتاده عشان نطمئن مع حضراتكم على اخبار الطقس النهارده. بالنسبه لحاله الجو النهارده، بتتوقع هيئه الارصاد الجويه استمرار انخفاض درجات الحراره مع استمرار الطقس اللطيف على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، وهيكون الطقس ايضا معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع استمرار فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق في البحيره وكفر الشيخ والدقهليه والغربيه ومطروح واسكندريه وبورسعيد والعريش. والطقس كمان هيكون بارد بالليل على اغلب انحاء الجمهوريه. خلينا نتعرف مع حضراتكم دلوقتي على درجات الحراره المتوقعه بالنسبه لمحافظات مصر المختلفه. نبداها معاكم كما تعودنا من القاهره. القاهره العظمى 24 والصغرى 16، الإسكندرية 24 16، مطروح 21 17، بورسعيد 25 18، دمياط 25 18، الإسماعيلية 25 14، والسويس 25 16، العريش 25 14. طابة العظمى 24 والصغرى 15، كاترين 20 9، شرم الشيخ 27 19، الغردقة 27 19، الفيوم 25 16، بني سويف 25 16، المنيا 25 14، واسيوط العظمى 26 والصغرى 13. اخر مجموعه معانا سوهاج العظمى 27 والصغرى 15، قنا 27 15، الاقصر 28 15، اسوان 28 17، الوادي الجديد 28 13، واخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى 24.